خليني كمان اروح، انا ما اعرفش اللعيبه الحوامل ده ايه يعني. في لعيبه رمايه من اذربيجان بتشارك وهي حامل هي كمان اهو، بص برضه سلطوا عليها الاضواء في الوكالات هناك، لعبت وهي حامل وعلى فكره كسبت وتاهلت للدور التاني. وان كان دي رياضه ما فيهاش حركه او احتكاك، ده رياضه محتاجه تركيز اكتر وانتباه، ويعني لان انت بتبقى لوحدك غير السلاح. طبعا بنتنا ندى حافظ، لكن وندى على فكره كسبت دور ال 32 وصعدت لدور ال 16. فبرضه من اذربيجان اهو، ما اعرفش انا حكايه الحوامل دي مش فاهم يعني، يعني حاجه بصراحه غريبه جدا. المنتخب بتاعنا تأهله احتفلت بيه الصفحه الرسميه بتاعت الاتحاد الافريقي لكره القدم، وقالت تو ذا كوارتر فاينل اللي هو الدور الثمانيه بالنسبه او دور ربع النهائي بالنسبه للمنتخب الاولمبي بتاعنا، وحطيت صور بقى لنجوم المنتخب الاولمبي زي زيزو زي محمد النني وزي حمزه علاء، وعندنا كده اهو زي ما احنا شايفين كده وكوكا. دي الصفحه الرسميه للاتحاد الافريقي لكره القدم. كمان الجزيره بتقول مصر الى ربع النهائي بالاولمبياد بعد الفوز على اسبانيا. كان في تصريحات لابراهيم عادل، يعني هو النهارده النجم المباراه وعريس المباراه، جايب جولين، ويمكن من سنين من التسعينات 92 يمكن اخر حد جاب جولين كان هادي خشبه في منتخب الاولمبي سنه 92. شوف من 92 ل 2024، شوف انت بتتكلم في كام سنه، في 32 سنه 32 سنه. ابراهيم عادل بيتكلم ان كان توفيق ربنا طبعا هو سبب الفوز، وجه الشكر للجمهور المصري، قال ان منتخب اسبانيا كبير كان لازم نثق في نفسنا وده اللي حصل، قال ما زلنا عندنا تحديات وعندنا هدف حصد ميداليه اولمبيه ده ان شاء الله طبعا، قال بنحاول والحمد لله ان ربنا يكلل تعبنا بالتاهل، المكسب اهم شيء، لولا الزملاء اللي ما كنتش هقدر اجيب جولين، هدفنا تحقيق شيء لمصر لان مصر تستحق ذلك، نتفائل ونثق في الله اننا سنحقق ميداليه اولمبيه. انا بقى كده ايه يعني، احنا ادينا الوقت الاكتر من الحلقه للمنتخب الاولمبي ونجاحه النهارده بالفوز على اسبانيا وللبعثه المصريه اللي كانت اللي موجوده هناك دلوقتي في اسبانيا.